أحياناً الحياة بتفاجئنا وبتفرض علينا شغلات ما توقعناها لدرجة إنه بتغير مجرى حياتنا، وهذا بالضبط اللي صار مع رفيف. اتجوزت وتغيرت حياتها كلها، صارت تشتغل 24 ساعة متواصلين ومن دون راتب، تكنس وتجلي وتمسح وتغسل، وما عاد عندها وقت لحالها أبدا. مع إنه لما كانت رفيف موظفة وقبل ما تتجوز طبعا كانت حياتها غير شكل. كانت تفيق كل يوم الصبح تتأنق وتنزل عشغلها، كانت واثقة بحالها وبشخصيتها القوية، وكانت بنت حلوة ناجحة بشغلها ومميزة، والكل كان يتوقع لها مستقبل غير شكل، وبوقت قصير تأهلت لتصير مديرة البنك بعد فترة. هيك الحياة بتخلينا نعيش أشياء ما كنا نتوقعها أبدا، وبتغير كل أحلامنا وطموحاتنا. وبدل ما تفيق رفيف كل يوم لتروح على شغلها، صارت تفيق لتعمل أكل أولادها. ألو، أنا، تفضلي. شو؟ طيب طيب أنا جاي فورا. ماشي. بيقولوا إنه الجنة تحت أقدام الأمهات، بس صارت الحياة بهالأيام بكل مشاكلها وهمومها من نصيب الأمهات. شو عاملين هالمرة؟ أنا ما فهمتكم لبقى تشاغبوا بالمدرسة؟ انتي أمهم لهدول العفاريت؟ عفواً؟ وعاملة حالك ما بتعرفي كمان؟ سأليهم شو عاملين؟ شو هالترباية هاي؟ عمل الواحد لما بيجيب أولاد لازم يعرف كيف يربيهم، لك رح ينزعوا لي تربايتها للبنت. شو عاملين مع رفيقتكم؟ احكوا لشوف. أنا عم بسألكم ردوا علي، ليش ساكتين هيك؟ لك شو عاملين؟ احكوا. طبعا ما رح يردوا، ايه لأنه عارفانين حالهم غلطانين. احكي لها حبيبتي، يلا احكي لها شو كانوا عم يساووا معك قليلين الترباية هدول. حبيبتي والله إذا دري أبوك شو عم بيصير بالمدرسة ليجن جنانه، والله لا يدبحك أنت وياهم دبح، يا عيب الشوم على قلة الترباية. ومشان الله ما تخليه يدبحنا. يعني مدام ما في داعي تكبري هالقصة، هدول أولاد صغار مو عرفانين شو. أنت لا تدافعي عنهم، هدول مو أولاد، هدول الجوز مثل العفاريت. وإذا بدك نصيحتي طلعيهم من المدرسة وحطيهم شي إصلاحية. لا أنت زودتيها كتير بقى. إذا الحكي مو عاجبك ضبيهم ولا تخليهم يقربوا على بنتي مرة تانية، بعدين بدل ما تضربيهم شي كفين ليتربوا جاي عم تدافع عنهم كمان. إيه بس إذا أنت أمهم ما فيني لومهم. امشي امشي حبيبتي ولا بقى تقربي على هيك إشكال. يا مدام التربية الحديثة بتقول إنه الضرب والعنف مع الأولاد غلط. والله أنا رح أشتكي عليهم وقلعهم من المدرسة. وقتها فيكي تاخديهم وين ما بدك وتربيهم هاي التربية الحديثة يا خانم. عم تسمعي؟ امشي امي امشي، قال تربية حديثة. قال امي ما تخلي ابوها يذبحنا مشان الله. امي بالاول انا اللي بدي اذبحه هو ومرته السئيلة. عود انت واخوك لشوف. يلا عدوا لا تخلوني عصب عليكم، عدوا يلا لشوف. اسمعني منيح انت وياه، انا رح اروح لعند الانسة هلا لانه لازم احكي معه، بس اذا تحركتوا من هون رح اذبحك انت واخوك. عم تفهموا علي؟ عم تفهموا؟ أنا بورجيك يا وطي. تزعمش هيك على الوطي بورجيك شي تاني. واحد عندي وطي. خلص سيدي ما. شو عم يصير هون؟ بعدك انت ويا. خلصنا. بكفي. خلصوا رجع انت بقى لهون. هاتي بقى شو صار. خلص خلص خلص. وين مفكرين حالكم بالشارع؟ استاذ هو اللي تهجم علي. أنا ما عملت معه شي. عم بيحكي على امي استاذ. والله لك شو عم تحكي على وكل العالم بيعرفوا. لك انت شو عم تحكي يا حقير؟ خلصنا بقى. والله لك السر لك راسك. شباب مراد انت
فكرني يا استاذ مراد. اتركه اتركه وترد عليه. مو سامعين صوت الجرس؟ يلا على الصف، يلا كل واحد على صفه. يلا تحرك ولا شوف. خلص يا شباب ما حلوه. حقير اسمعني منيح، اذا سمعتك مره ثانيه عم تفتح هذا الموضوع راح افصلك من المدرسه. عم تسمع؟ يلا انقلع على صفك. مراد بعرف اللي مرقت فيه كثير صعب، بس لازم تتجاوز القصه. علاماتك سيئه وعلاقاتك برفقاتك صايره اسوا وكل يوم خناقه. ابني ما بيصير هيك. يلا ديما فوتي على صفك. يلا هلأ في شغلة ما عم بقدر أفهمها. المفروض إنه هن بالدرس، فكيف بيقدروا يعملوا هيك؟ لما كنا قدهم وتفوت الآنسة على الصف ما كنا نقوم من محلنا منوب. يا مدام أنا ندرت على اللوح وهن بلشوا يشاغبوا ويضايقوها للبنت. بعدين لا تنسي الشغلة، الصف مو مخصص لأولادك وبس، وأنا مضطرة دير بالي على الكل مو بس على أولادك يا مدام. بعرف هالشي، أولاد صغار ومزحوا مع بعضهم، ليش مكبرين القصة هيك؟ بدك الصراحة ما حدا بالصف بيحب يلعب معهم، أولادك يا مدام كتير مأذيين. سامحيهم هالمرة بس يرجعوا على البيت أنا رح أعاقبهم، وبكرة رح تشوفيهم تغيروا. بس يا مدام لما كسروا باب الصف حكيتيني نفس الحكي. طيب طيب خلص، معناها هالمرة بدي أحبسهم من الغرفة وأطفي الضوء عليهم شي ساعتين، وما رح طلعهم لحتى يعتذروا مني ويوعدوني يبطلوا هالحركات كلها، وإذا ما عقلوا رح أضربهم كمان. مدام رفيف شوفي، عم بحكي لك عن خبرة، هيك شغلات ما رح تأثر على أولادك، وبتصور إنه حكينا بهذا الموضوع، خديهم على أخصائي نفسي. آه؟ مستحيل، بدك يعني أخذهم على دكتور نفسي؟ ليش مين قال لك إنهم مجانين؟ شو الحكي؟ ولا بدك يعني أعطيهم مهدئات من هلأ؟ مستحيل، أصلاً مو بحاجة، كل الأولاد هيك. خلص أنا هلأ رح أحكي مع المدير وبنقلهم على غير صف وخلصنا. مدام نسيتي إنه كل أنسات الروضة ما قبلوا يفوتوا أولادك على صفهم، وخصوصي من بعد الانهيار العصبي اللي صار مع الأنسة نور. ايه معناتها خلص. هلا انا في عندي حل، شو رايك نحطهم كل واحد بصف لحال مشان ما يضلوا سوا، لانه بس يبعدوا عن بعض ما عاد فيهم يشاغبوا مثل الاول. ما بظن انه هالشي رح يفيد. ماشي رح نجرب هالطريقه كمان هيك ما عاد يضايقوا حدا. بس اذا ما مشي الحال هالمره بدك توعديني انه تاخذيهم على اخصائي، اتفقنا؟ وإذا ما وافقتي رح نضطر نطالعهم من الروضة، لأنه شكاوي أهالي الطلاب عليهم كتيرة، وعم بيقولوا إن أولادهم عم يتعلموا من أولادك شغلات مريحة. على أساس أولادكم ملايكة وبس أولادي هن اللي مو منحهم ومربيين. شو هاد؟ ما في مشكلة، خلص رح فكر أخذهم لعند دكتور نفساني. أنا بعرف أولادي، إذا فرقتيهم عن بعض ما في أحلى وأهدم منه. صدقيني هن كتير زراف وأذكياء، بس أحياناً بيشاغبوا مثل كل الأولاد. خلص لا تاكليهم، أصلاً أنا هددتهم وليكن قاعدين هونيك وما عم يتحركوا وكتير مرعوبين، وأنا كمان بالبيت رح حاكيهم وفهمهم ما يشاغبوا بكرة، وإن شاء الله ما عاد تشتكي منهم من اليوم ورايح أبداً. تسلموا، لا تواخذيني، يلا بخاطرك، مع السلامة. رفيف هلأ ما عادت مديرة البنك، هلأ صارت أم لأولادي بس، وهالشخصية تعبتها كتير. كنوا بقى امشي قدامي انت وياه، انا بترشيكم بالبيت. الله يعينك. لك بس مراد ان شاء الله ما صار لك شيء. ديما انت ليش ما فتي على الصف لهلا؟ كنت قلقانة عليك، بس لازم تروح الصيدلية مشان تمناك، مشان يحطوا لك معقم. عادي لا تخافي، جرح صغير. رح يبعتوك هالأخصائية النفسية؟ ما بعرف، المدير رح يتصل بأبي. هيك أحسن، بس يجي عمو جميل بتنحل القصة. ما بظن إنه رح يرضى يجي على المدرسة، حتى لو فصلوني ما بتفرق معهم.
لأنه بالعادة ماما الوحيدة اللي بتهتم فيني. لا تحكي هيك مراد، كلياتنا بنحبك كثير. ماما وخالته نرمين كل الجيران بحبوك. بابا بده يبيع البيت تبعنا وبدنا ننتقل من الحارة، وانتو أكيد بعد فترة بدكم تنسونا. وبعدين معكم عدوا اسمعوني شوي، مو عم بحكي هيك مع رفيقكم بالروضة، عم بحكي معكم اسمعوني بقى. لك اتركوا من ايديكم المخدات واسمعوني. طيب رح احرمكم اسبوعين، لا شهرين احسن احسن، رح احرمكم شهرين تتفرجوا على التلفزيون. ليس كأنه ما عم بحكي معك. لك يا ليس وين حطيتوا اللاسلكيات؟ جاوبوني وينو؟ ألو؟ مرحبا رفيف. أهلين نرمين، كيفك؟ منيحة، أنتي كيفك؟ والله رح أجن من ولادي. دخيلك ما تزعلي مني، كان لازم أتصل فيكي وأطمن عليكي، بس صدقيني ما فضيت. شو صار معك أنتي وبهجت بعد ما رجعتوا؟ قصدك مشان القصة اللي صارت بالسيران؟ لا مشي الحال، بتعرفي بهجت لما بيشرب بصير بيخبص شوي. بعرف. اتصلت فيكي لأنه في موضوع كتير مهم. شوفي. لا لا مو على التليفون، بكرة الصبح خلصي شغلك بكير وتعي لعندي على البيت، خبرت بقية البنات الموضوع بخصوص هناء. خير شو القصة؟ تعي انتي لعندي ولا شغلتي لي بالي؟ لا تعي انتي بكرة لعندي مشان احكي لكم كل شيء. ناطرتك. سان كارشو ما شفتني. تمس كارتين يا الله، خير لوصل سام. شيء شو صار له هاد هلأ؟ دخيلك يا ربي شو هالحظ، ما لقيت تنتزع غير هلأ يعني. يبعت لك حمى. ألو حبيبي، أمتى رح تخلص الاجتماعات تبعك؟ رح اطق روحي من القعدة بالبيت. أي حبيبتي أنا مطول، نامي أنت، ما خلصت لسه. يلا بدي سكر الخط، الجماعة ناطريني مو حلول. حياتي. الرصيد تبع بطاقتي خلص امبارح. هلا صرفتي كل رصيدك بيومين؟ ايه كنت مضطرة، انا قلت لك انه عندي دفع اجار البيت. بعدين انت مو حبيبي اللي بتحبني كتير؟ ايه بستاهل تساعدني لك، ما هيك؟ ايه طبعا انت بتستاهلي. ديما ليش ما نمتي لهلا ماما؟ متضايقة وماني قدران انام ماما. خير حبيبتي شبكي؟ من وقت اللي رجعتي من المدرسة وانتي مالك على بعضك، في شي حبيبتي؟ شو صاير معك؟ انا متضايقة على مراد لانه تخانق مع رفقاته بالمدرسة وتهجموا على بعضهم وشافهم المدير وخانقوا لمراد. ليش؟ لانه رفيقه حكى عن خالته هنا ومراد ما تحمل. يعني انا الله لا يوفقه. والمدير اتصل بأبوه مشان يجي على المدرسة. إذا دري أكيد بده يبهدله لمراد. بجوز ما يقبل يجي. مراد كثير متضايق منه. قال لي إنه أبداً ما عم يهتم فيه. لا مو معقول شو هالحكي. صحيح جميل طبعه صعب شوي بس مراد بضل ابنه. بجوز حكى هيك لأنه متضايق.
وبجوز عن جد هيك الوضع. وقال لي إذا انتقلنا من الحارة حتى أنتوا بتكون تنسوني، وقال لي إنه ما حدا كان يهتم فيه غير خالته هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى وهي عايشة ما كان يهتم فيها كتير. الله يسامحك يا هناء، الله لا يحرم حدا من أمه. ماما مشان الله لا تتركيني أبدا، ما بدي أعيش مع بابا. ليش أنا بقدر أتركك يا عمري؟ أنا ما فيني أعيش بلاكي ولا يوم. أوه لا تبكي يا حبيبتي، خلص لا تبكي يا تقبريني. قديش الساعة معك؟ ما بعرف، يمكن صارت شي وحدة. لا حبيبي ما أنا وحدة، الساعة 4:30، بعد شوي رح يأذن الفجر. وين كنت كل هالوقت؟ قلت لك كان عندي اجتماع. عندك اجتماع؟ وشو هالاجتماع اللي طول للفجر؟ هات موبايلك هلأ بدي شوفه، واتصل مع الناس اللي كنت معهم. لك هاتي الموبايل وبلا ولدني. ها طبعا ما رح تعطيني اياه لأنك يا حبيبي عم تكذب. ايه بكفي بقى، مو ناقص غير تفتحي معي تحقيق. كنت سهران مع وحدة من النمر اللي بتسهر معهم ما هيك؟ شو من وين عم تخترع هالحكي؟ عم تخوني؟ لك إذا سلمت على حدا بتعمل لي شي 100 قصة وبتحبسني بالبيت وبتضل تخانقني شهر. لا تصرخي هلأ بسمعونا شيران. خليهم يسمعوا، مو فرقانة معي، أنا ضحيت بمستقبلي وشبابي كرمالك، وبالأخير عم تخوني. وأنا ما قصرت معك بشي فهماني، ومعيشك أهل عيشي، وعم بشتغل 24 ساعة مشان لحالك طلباتك اللي ما عم تخلص. إيه إذا مصرة تعرفي وين ونتسللنا شوي. إيه حبيبتي خلصت الاجتماع وطلعت أنا والشباب وسهرنا مع بعض، وين المشكلة؟ ارتحتي هلا؟ وعم تمنيني كمان. فكرك أنت الوحيد اللي تقدمت لي ما؟ لا يا حبيبي أنت غلطان كتير، في ناس كتير كانوا مستعدين يتجوزوني ويعيشوني أحلى عيشة، بس أنا اخترتك إلك، إلك أنت، لأنه كنت الفكرة أنك بتحبني، بس طلعت غبية. على مهلك رح تحرقي تمك، ليش مستعجلة كل هالقد؟ مالي مستعجلة، شو بك؟ بعدين شو الموضوع اللي بدك تحكي لنا اياه عن هناء؟ ما صدقت امتى طلع الضو واجيت. طيب استنوني لحظة. خير زيزي شو بك؟ ما في شي حبيبتي، بس ما قدرت نام منيح امبارح. ما بعرف إذا هالحكي اللي رح تسمعوه هلا رح يفيدنا ولا لا. في مقطع صغير لهناء هون، تعالوا نشوفه بجوز يفيدنا بشي. خير شو القصة؟ أنا جبت الكاميرا من عند المصلح، خلونا نشغلها ونشوف. أحيانا ما فينا نحكي وجهنا لحدا، نحكي لحالنا وبس، نحكي بصوت عالي مشان نرتاح شوي. مشان هيك أنا حبيت أحكي وجعي لحالي. حس قلبي رح يوقف، مالي قدراني استوعب إنه ماتت. عطول بشوف نفس الكابوس، في زورق صغير بالبحر وأنا قاعدة فيه وخايفة، والموج عم ياخدني يمين وشمال، وكل شوي بحس حالي رح أغرق، وعم حاول بكل قوتي أوصل على الشط مشان ما أغرق. وفجأة بتطلع هديك البنت
بتطلع من البحر وبتتمسك بالزورة. اي البحر بالمنام منيح ومانو شغلة بتخوف هيك بعرف نسمع. وبتقلي لا تتركيني هون يا جيدة، لا تتركيني هون، ما بدي موت. وانا بشيل عصاية كبيرة وبصير بضربها عايدة لتبعد وبحاول اني بعد عنها، وهي عم بتصرخ وتنادي جيداء لا تتركيني. مين هي جيداء؟ ما فهمت شي. من زمان ما حدا ناداني باسمي الحقيقي جيداء. بابا شو عم تساوي؟ خلينا نضبضب من هلا منشان ما ننهجئ، لانه بهالكام يوم رح ينبقلب. وليش كل هالقد مستعجل عن نقل من هون؟ انا مستعجل كرمالك، بدي اياك تبعد عن البيت لتنسى. ومين قالك انه اذا تركنا البيت رح انسى؟ انا ما رح انسى ماما وشيلها من بالي. المدير بده اياك تروح على المدرسة، بده يحكي معك من شاني. ليش؟ شو في؟ خلقت مع واحد بالمدرسة. ولا شو عم تعمل مشاكل بالمدرسة؟ انا رح بيع البيت اللي شقيت كل عمري لحتى اشتريته من شان حكي الناس وحضرتك. بابا انت شو مخبي؟ ليش كل هالقد خايف بدك تنتقل من هون؟ خلص ما في داعي امروا على المدير، اصلا قريب رح تغير مدرستك. إيه شو يعني هلا مو اسمها الحقيقي هنا؟ هي هيك حكت؟ لا مو معقول، انا شفت هويتها مره واسمها بالهويه كان هنا. في كتير ناس بتعمل هيك، بجوز هي غيرت اسمها. طيب ليش؟ بجوز المخلوقة ما كانت حابة هالاسم، وين المشكلة يعني؟ بس كانت عم تحكي عن بنت، هي اللي طلعت من البحر، مين بتكون هالبنت؟ أنا حاسة في شي. ميرمين خلينا نشوفه مرة تانية، بركي منقدر نفهم شي من القصة. حضرته مبارح 100 مرة ما لقيت شي. لا ما في داعي. أبصر شو اللي صاير معها لحتى عم تشوف هاي الكوابيس. الله يرحمه. ما بعرف بس قلبي حاسسني إنه جميل بيعرف عن شو كانت عم تحكي هناء، وأنا متأكدة. بس إذا سألناه هلا أكيد رح ينكر القصة. معقولة أنت زيزي شلون بده يعرف؟ أصلا لهلا ما أعطينا الرسالة اللي شفناها. قلت لكم لازم نعطيها قد ما كان بيضل جوزة، مو من حقنا نحن نخبي عنه هيك شغلة. خلص وين المشكلة؟ شو ما فينا نعطيها هلا؟ بتكون رأيي؟ جميل تصرفاته مو طبيعية، أنا متأكدة إنه مخبي شي عنا. لك أنا انتبهت عليه بالجنازة، في حدا بتموت مرته وما بيبكي عليها؟ وهلأ صار بده يبيع البيت ويهرب. يا بنات خلونا نتصرف بسرعة قبل ما ينباع البيت، لأنه وقتها ما رح نقدر نعمل شي. عن جد بده يهرب؟ مبارح رحت على المكتب العقاري، بده يبيع البيت بأقل من سعره. ايه بده يبيعه بسرعة. أبصر شو مخبي لحتى بده يهرب. حتى لو حكيكم مزبوط ما فينا نقعده بالزور، يصطفل شو بدنا فيه؟ أصلا من الأول أنا ما برتاح له كتير، كل ما شفته بكون مزعوجة وبحس حالي متضايقة. في شي مو طبيعي بالقصة. اسمعوا يا بنات، هالرسالة فيها شي مهم، وإذا شافها جميل رح يعرف مين بعتها. خلونا نعطيها ونشوف كيف رح يتصرف بس يشوفها وشو رح يقول. بجوز نعرف شي، بس لا تحكي له شي عن الكاميرا، خليها هالفترة عندك. ايه بخليها عندي. شو انتو موافقين؟ اوكي بظن انا فكرة منيحة. منيح. اسمعوا بنات عندي شغل لفوق راسي ولازم ارجع على البيت هلا، معليش اخليكي قاعدة. يسلموا ايديكي على القهوة. يلا بشوفكم. الله معك حبيبتي.
ألو؟ أهلين أنسة ناهد. طيب ما في مشكلة، شي ساعة وبكون بالروضة. أهلين رفيف، شو القصة؟ إن شاء الله ما في شي. لا عادي، أنسة الروضة تبع الأولاد عم تتصل، قال بدها تشوفني شوي. أنا رح أخذ نانا من جوا مشان لوح. لا تقومي، يلا بشوفكم. الله معك حبيبتي، مع السلامة. هادي لشوف، هادي. يي نرمين، في شنطة سفر مرسومة رسم بالفنجان، في حدا حامل معه شنطة وجاي لعندك. يكون حدا حامل شنطايته مشان يتركني. ها؟ سلامتك حبيبتي، كملي. يي دعي شوفي هالشنطة، دعي. مو انتي بتقولي لي مو حلوة تراقبي الناس من الشباك؟ لك ما في حدا، انا عم شم شوية هوا. لا شكلك عم تراقبي حدا. والله عرفانة تنقي. ديما لا تحكي معي بهي الطريقة المولدنة. طلعي فيه، شكله طالع خصوصي ليشوفوا الجيران. أبصر مشان مين فيهم طالع. بعينته مرتب ونظايفي، طلعنا منشبه بعض. آها، مو بس انتي وياه نظايفية بالحارة. مص ايدي اذا مو طالع كرماله، لسه مبارح شفت هيام وهي عم تنظف الشبابيك. شو هالهمة مسيو؟ اهلين، الله يعافيكي. هلا بس خلص بساعدك شوي اذا بدك. يسلم، ما في داعي. لا لا، هي وحدة ما بتستحي. العمى شفي، يا خرب بيتها شو وقحة. ماما هالظرف العمى غسان ظاهر جايبينه بالغلط لعنا. هاتي رايحة أعطيها، بركي شي شغلة مهمة. ماما استني، شكلها دعاية لشي شغلة. أمل شو القصة؟ شو عم تساوي برا؟ مو شايفة شو عم ساوي؟ عم مسح الشبابيك. وبالله ليش طالع على الشارع لتنطفي الشبابيك؟ نطفيهن وانت جوا. لا هيام، انت لسه ما بتعرفيني، النظافة هي اهم شغلة بحياتي، وخصوصي الشبابيك من برا، انا بحب نظفهن اول شيء. اوكي انت فوتي لجوا. يلا فوتي. يعطيك العافية. الله يعافيكي. هذا حطولنا يا على الباب، ولقيت اسمك عليه، يعني هذا الظرف إلك أنت، وقلت بجوز يكون في شي مهم وجبته. بس هي دعاية. يعني ما له مهمة؟ لا، لأني ما فتحت الظرف، جبت لك يا دغري. أنا أساساً كنت جاي أعطيك الظرف وأمشي بدك شي؟ عن جد يسلموا إيديك، عزبتك معي. لا أنا عفو، يلا كمل شغلك أنت. ياسمين، هاي دعاية مشان أسبوع الأفلام القديمة، يعني بقصد أفلام الستينات والسبعينات، وأنا بعشق هدول الأفلام، كثير حلوين وبضل بتابعهم. شو رأيك؟ وأنا كمان بعشق هاي الأفلام، وإذا بطلعوا على تلفزيون ما بقوم ليخلص الفيلم، وأحيانا بحضروا أكثر من مرة. حلو كثير. إذا بدك فينا نشوفهم سوا. طبعا إذا حابة. ما بعرف، يعني ما في مشكلة. هالمرة مو معقولة بنوب.
بدها تعمل أي شيء لتطبق مسيو غسان. يعني بالشوم عليها واقفة بنص الشارع وعم تحكي مع رجال غريب. ومين هالرجال؟ ومين بده يكون يعني ست هيام؟ مسيو غسان. والله عيب، من أول يوم إجا فيه على الحارة وهي دابقته هيك، ما عم تخليه يتنفس. يعني قصدك إنه ياسمين عن جد عم تطبقه؟ مو معقول. صح النوم حبيبتي، لهلأ لحسيتي؟ ليكي أول ما إجا كتير كان مهتم فيني وعلى طول كنا سوا، وبتعرفي ياسمين من يوم يومها غيورة وبتكرهني، لهيك بتضل دابقته لغسان ولاحقته من قرنة لقرنة مشان تاخده مني. هلأ قوليلي هالشي قبل ما يحترق البيت تبعي؟ ماني متذكرة، يمكن. عن جد مو معقول، هي سلالة بتتمسكن لا تتمكن. أنا اللي بعرف شو هي وشو عم تعمل وشو عم بتخطط. بس ما فشت عينها اسكتلا، قال عم تعمل حالة درويشة، قال بس ما بتعرف مع مين علقانة. ايه هلأ فهمنا. شغلتيلي بالي لما دقيتيلي، شو ما فرقتون عن بعض؟ ما قدرنا والله، ما عم يرضوا يفترقوا عن بعض أبدا. هلا هي القصة، معقول مو قدرانين على ولد صغير؟ امسكيه من إيده وطالعيه من الصف. ما فينا نستعمل العنف مع الولاد، الوزارة كتير عم بتدقق على هذا الموضوع. والله بعرف هالشي، ليش أنا قلتلك اضربيه، بتمسكيه من إيده وبتقلي له خلص حبيبي أنت بدك تطلع من الصف وخلصنا، ورح يطلع معك. مفكرة القصة بهالبساطة؟ ايه. إذا هيك شايفة شو رأيك تفوتي وتجربي بنفسك مدام؟ ماشي، أنا هلأ رح طلعه من الصف وقدام عيونك مشان ما تقولي إنه التعامل مع أولادي صعب وبيعذب. تفضل. يسلموا إيديكي. شو عم تساوي هون؟ قوم يلا. ما بدي بعد عن غيره. ما رح تبعد عنه حبيبي، بس ستريك تركيني. بقلك ما بدي بعد عن أخي. خلاص ما فيها أبني، بعدين كل شوي فيكن تشوفوا بعضكن. يلا قوم معي، قوم لشوف. خلاص ماما تركيني، بتضل مع خلاص تركيني، بتضل مع أخي. حبيبي رح تضل تشوفوا بعض كل شوي، خلص بقى. قوم معي. لك يلا شوفوا. شو بتعزموني؟ بتضل معه، بتضل معه. خلاص ماما تركيني، بنضل سوا. شو هاد ليس؟ وين بتعضل ماما؟ ليس؟ بطلع لي خلي أكثر من هيك. قوم يلا بسرعه. لك شو صاير لك يا عطار؟ ذوق بقى يا سعيد. ليس لا يستهويني الرجل الذي لا يحترم المرأة. أنت كتير واثقة من حالك ومن جمالك؟ تضربي أنت واللي منزل لك هالصورة. لك على شو شايفة حالك؟ مفكرة حالة عن جد ملكة جمال. ما فشرتي. مدام زينة؟ فراس؟ أنا اشتريت هالرواية كثير حلوة، فيك تشوفيها. ورجيني. لا وجود للسعادة مع الحب؟ شكلها حلوة هالرواية. هي يعني أنا بحس إنه عن جد هيك الحب. طول بالك لسه ما شفت شي، بس تتجوز وقتها بتتأكد من هالحكي. رح لاقي هيك وحدة؟ بجوز ما لاقي ولا وحدة حبها، يعني خرج اتجوزها. ما بظن انه رح تزبط معي. طيب ليش؟ لانه بحب وحده متجوزه. زيزي سوري مدام زينة، بس لحظه، انا حاولت كتير بس ما عاد فيني خبي، ماني قدران اتحمل. انا بحبك الك. ما
الظاهر انه هالمره بابا وماما كتير متخانقين، وبابا كتير متضايق منا. مشان هيك ما رجع على البيت. شكله بابا ما رح يرجع على البيت هالمره، بس هني ما بدهم يحكوا لنا. لما رجعت من المدرسه كانت عم تنظف برايز الكهرباء، حاسسني قلبي انه رح يتطلقوا. طيب ما حكيت لك شيء؟ مستحيل تحكي، صار لها من الصبح وهي عم تنظف وتعزل البيت. بعدين اسمع، اذا عن جد القصه هيك انا كمان رح اترك للبيت وامشي. انا شو بدي اعمل هلا؟ يعني اذا انت بدك تتركي البيت وتمشي انا شو ساوي؟ يا صورة بيضة لبقى تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا. لحظة يا أولاد، لا تدعسوا هلأ مسحت الأرض، لا تقربوا على الصالون. حطيت لكم الأكل بالمطبخ، روحوا أنتوا هلأ وأنا رح غسل والحقكم، بس حاولوا ما تدعسوا. ضروري تنطفي ونحن بالبيت ماما، رح نختنق من الريحة. أنا فتحت الشبابيك شوي ورح تطلع الريحة. صار لي شي يومين ما مسحت الأرضية، ما شفتوا قديش كانت مبقعة ووسخة. يلا على الأكل يا أولاد. حدا بيفتح الشبابيك هلا؟ والله هلا من مراد من البرد. الهواء البارد منيح بيخلي الواحد ينتعش. ماما وينه بابا؟ مبارح كمان ما إجا على البيت. سافر على أنطاليا لأنه في مؤتمر طبي هنيك وبده يبقى كم يوم. يلا على الأكل. سويت لك شوربة خضرة بتطير العقل. ما فيني آكل من هالريحة اللي بتطلع النفس، طالع لعند رفقاتي. لك فتحت الشبابيك هلأ بتطلع الريحة. كرم، كرم ابني، لوين بدك تروح؟ أنا بحبك إمك. مساء الخير، أنا من ورشة التصليح دقيتونا اليوم. إيه بس أنت ما بيصير تيجي بهالوقت المتأخر هاد؟ بعرف ما تأخذينا، بس كنا كتير مشغولين، أصلاً وقت الدوام تبعي خلص، بس ما حبيت نترك لبكرة لهيك أجيت. طيب فوت يلا. بتعرف في كتير محطات ما بتطلع عندي هون، وفي شغلة تانية كمان مشان النت، انتو اللي بتكون توصلوا لي اياه. ايه مزبوط، انا راح وصل لك النت وجبت المودم معي كمان. ايه راح يدفع اليوم يعني؟ لا راحت لبكرة الصبح. مو مشكلة، بس فيك تستعجل شوي اذا ممكن؟ طبعا مدام، ولا يهمك، تكرمي. ميرسي. هذا الكمبيوتر؟ اوكي طيب خلينا نشوف الوصلة. أهلين هيام، شوفي ساويت معمول اليوم واشتهيت لك كم قطعة. ليش؟ يه الله يسامحك حبيبتي، انت بتعرفيني قديش بعزك، وإذا أنا اشتهيت لك شي شغلة وجبتها مو ضروري يكون في سبب لهالشي أبدا، بتعرفي انت هيك طبعي. شو لسه ما خلصت؟ لا مدام ليكني خلصت، رح وصل لك اياها بالجهاز وخلصنا. هاي شو صار لك؟ ظهري كأنه انشكل ظهري، ولي ما عم بقدر اتحرك. كيف يعني انشكل؟ طيب تعال ارتاح على الكنبايه. لا 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 وقفي، ما فيني اتحرك بنوب. شو بدك تضل هيك يعني؟ طيب شو اعمل؟ اذا بدك خليني اتصل بالدكتور ليجي. لا 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 لا، بس اذا في عندك كريم للظهر رح تحسن. انه في عندي بس شوي. دوقي هالقطعه من المعمول، دوقي حبيبتي كتير طيبين. يسلموا ايديكي، اكيد طيبين، بس انا ما باكل شيء قبل النوم، بتضايق. معك حق، منيح الرجيم، الوحده منا لازم تهتم منيح برشاقتها.
وخصوصي إذا كانت أرملة. ماني أرملة، مطلقة ماشي. دخيلك ما بتفرق كتير، قولي أنا راحت علي، بس أنتي لساتك حلوة ولساتك بأول عمرك. تعرفي أحياناً بحس حالي مقصرة معك وما وقفت بجنبك بأزمتك. الوحدة منا بس تضل حالة بتحس حالة خلاص رح تموت. إيه؟ شو جاب سيرة الموت هلأ؟ أنا نسيت القصة وخلص اتعودت. شلون لكان معك حق ما قصرتي؟ إذا هو تركك الرجال على قفا من يشيل. شو قصدك؟ قصدي على غسان جارنا، شاب حلو محترم ومناقصه شي ما شاء الله. صحي مانو صغير بس عادي، انت كمان مانك صغيرة. هيام شو صار لك انت؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ شو حبيبتي بدك تخبي عني؟ انا بعرف كل شي، لا تخجلي مني. شوفي حبيبتي، الوحدة فينا قد ما كبرت بتضل بحاجة لرجال بحياتها. تعرفي انت الناس وحكيون، وخصوصا انت عندك بنت صارت صبية، لازم يكون في عندك رجال بالبيت مشان هي، مشان تنضب البيت. اسمعيني هيام، في ناس ما قالها شغلة غير اللت والعجن، بس بحلف لك انه ما في اي شيء. حبيبتي مو بس الناس اللي عم تحكي، كلنا شايفينك الشغلة مبينة، انت عم تحاولي تطبقي الزلمة. مو صحيح هالحكي، مو صحيح. مين اللي قالك اياه؟ لا تصدقي حدا. رح تنكري انك حرقتي بيت المسكينة امل بس لتبعديها عن طريقك؟ مشان تنجبر تترك الحارة ويخلالك الجو معه. ليكي هيام، أنا ما بسمح لك تحكي معي بهالطريقة. بعدين عندك دليل لحتى جاية وعم تتهميني بنص بيتي؟ لعمة عرفتي يا لهي. هاي قطعة من الطقم اللي جابت لك يا أمك. فيكي تقولي لي شو كانت عم تساوي ببيت أمل وقت اللي احترق؟ يمكن تكون أخذته لأنه لازمها، مالي متذكرة. صحي أنا وياكي ما كنا كتير صحبة، بس عن جد أنا بعزك مثل أختي، وفيك تحكي لي كل شيء وأنت مطمنة. وبوعدك هالقصة رح تضل سر بيناتنا نحن التنتين، اتفقنا؟ ياسمين حبيبتي، ليش هيك صفر وشك؟ ليكون نزل السكر عندك. خدي حبيبتي كلي لك هالقطعة. كلي حبيبتي كل الحلو بفيدك، يلا كلي من ايدي، يلا يلا. صحة على قلبك ان شاء الله. صحة. شو صار لك؟ صحة. بدك مي؟ لا لا لا، كمان لتحت شوي. اي كمان. اي كثير منيح يا حبيبي. يا سلام، ان شاء الله لتحت. لتحت شوي كمان. تسلموا. شو عم بيصير هون؟ مين انت ولا؟ حبي طول حالك وخليني اشرح لك. الزلمه اجى لهون مشان يصلح الدش، والله العظيم ما عم كذب عليك صدقني. لك شو بهالوقت وهذا شالح ثيابه هيك؟ طول بالك استاذ، انا جيت كرمال ما نطر المدام. لك شو عم تحكي انت؟ هذا بصر حدا جاي يصلح. لا على مين عم تضحك؟ قلي لي شو؟ على مين عم تضحك؟ احكيلي احكيلي لي شو؟ احكيلي عليه. بس لا امسكك بين ايدي ولا تعال هون. انت فهمان غلط، اهدى شوي. الزلمة اجى مشان يصلح الدش ووصلنا النت. اسمعني شوي الله يخليك. زيزي بعدي من وشي ولا تخليني ارتكب جريمة فيكي. حبيبي شوف هذا الكريم حياتي، مشان الله اطلع وشوف شو مكتوب عليه. اطلع حبيبي هالكريم مشان وجع الظهر، وانت اللي جبته. المسكين انشكل ظهره فجأة. لك بعدي من وشي. مشان الله، مشان الله طول بالك. شوف شوف وهي البطاقة تبعه. طلع اقراها مشان تتأكد من حكي. شايف؟ ليك ليك كاتب اسمي، كاتب اسمي على البطاقة. حبيبي صدقني وما تكبر القصة كرمالي، والله ما في شي. إذا حد دري بالحارة بتعرف رح نتجرس. حبيبي هدي حالك شوي تقبرني مشان الله. الله يوفقك. اسمعيني من اليوم ورايح، إذا بيحترق البيت ممنوع تتصلي بالإطفائية من دون ما تخبريني، فهمتي؟ ما حاتصل والله وعد.
وأخيرا. كل هالوقت كنت قاعد عند رفيقك؟ ها؟ كرم؟ كرم؟ كرم لحظة، لا تسكر الباب. لك ليش عم تقفله؟ افتح. شوفي ماما، شوفي. هيك بدنا نحكي من على الباب يعني؟ معلش ماما، أنا هيك أريح لي. وين كنت لهلأ؟ ليش تأخرت هيك؟ كنت مع مراد. مانك خجلان من حالك؟ مو عيب تكذب على أمك؟ اتصلت مع مراد، ما كنت عنده. وأنا اتصلت بأبي. المؤتمر الطبي طلع ببيت خالي. ليش ما عم تحكي لنا إنه بابا ترك البيت؟ آه؟ مشان ما تتضايقوا، أنا ما حكيت. مشان ما تتأثر نفسيتكم. بعدين مشكلة صغيرة وبتنحل. أبوكم متضايق وحب إنه يغير جو. بس بابا ما حكى هيك. قال إنه بده يطلقك. بده يطلقني؟ لا ترد عليه، هو عم يحكي لحاله. ما فيك تكوني صريحة شي مرة بحياتك؟ أبي مصر إنه تتطلق وفهمتي؟ ومشان هيك ترك البيت، يعني تركنا، وكل هالشي بسببك أنتِ. كرم اتضايق كثير من القصة، ما استوعب الموضوع. يا ريتك ما حكيت له يا ابني. شو لإمتى بدنا نضل عم نخبي؟ بعدين أنا طلعت من البيت لأنه مليت من جو الكذب. خليه ليهدى ويروق شوي، وأنا رح حكيه بصراحة وفهمه القصة. وشو مشان ريهام؟ خلص ريهام أما رح تحكي معه. ريهام صبية وأكيد رح تفهم، ما في غير هالحل. يلا قوم، خلينا نسكر ونروح على البيت. خالي ما بدي ضايقك، خلص عادي، خليني انزل بشي اوتيل. ليش عم تحكي هيك يا ابني؟ نحن لساتنا اهل، انت صاري ورح تضل هيك. تعرف والله اذا صحت لي وحده تدير بالها علي مثل مرتك، اكيد ما رح ارفس النعمه مثلك. يلا لشوف، خلينا نمشي. ما رح يرجع ابو علي؟ قلت له ما يرجع. مشتهي في شي نهار ولاقيه مجهزت لي الفطور. شو صار لك؟ أخ، زيزي شو هاد؟ قولي لمين؟ هذا جاكيت. بعرف انه جاكيت، مين صاحبه؟ ايه هذا لأم جابر، هي الست اللي بتيجي لهون وبتنظف لنا البيت. وأم جابر تلبس جواكيت رجالية كأنه. لا حبيبي، بس أحيانا تستعملهم مشان التمسيح. ليكن هون. امبارح تركتهم عندي هون بالغرفة وكنت رح إلا تبطل هالعادة. شايف؟ كل هدول، شايف؟ كلهم جواكيت وكنزات رجالية. مو معقولة. خلص رح نبهها بس تجي اليوم، لأنه ما بيكفي إنه عم تستعمل ثيابك، وكمان عم تجيب لي ثياب من البيت. قال حضرتها ما بتحب تنشف المناشف الجاهزة لأنه ما بينظفوا منيح. هيك، يعني هيك عقلاتها. طيب، ليش هي تاركته بالصالون؟ وكمان حضرتها تاركته بالصالون؟ لا عن جد هي زودتها كتير، شي بتحطهم بالصالون وشي بتتركهم بغرفتي. الحق علي أنا كتير عاطيتها، وش صايرة كتير عفشة وعم تشتغل من أفا إيدها. خلص بس تجي اليوم رح أحكي معها وفهمها تدير بالها أكتر من هيك. حياتي شو رأيك جهز لك الفطور؟
أكيد جوعان ما هيك؟ ياسمين انت كمان جاية تشتري غراض؟ شو هالصدفة الحلوة؟ كتير حلوة. شفتي لغسام؟ من شوي شفته هون كان عم يشتري مرتديلا. بالله جد؟ بس حبيبتي مين قالك انه انا بيهمني غسان ولا شو عم يشتري ويجيب؟ ما انتبهت. ايه بعرف منيح، بس نصيحة يعني اذا تجوزت حاول انك تديري بالك عليه اكتر. تعرفي انتي المرتديلا والاكلات الجاهزة ما منيحة للصحة. شوفي هيام، بجوز مبارح لما حكيتي لي تفاجأت وما عرفت جاوبك، بس يلي لازم تعرفيه انه كل كلمة حكيتيها مبارح ما دخلني فيها وما أنا مزبوطة وكذب. ايه وشو مشان العلبة اللي فرجيتك ياها؟ اكيد ما طلعوا لجناحات وطارت لبيت امل. لا انا مره سويت مربى واخذت لها اياها بالعلبه ونسيت جيب العلبه بعدين لانه وقت رحتي امبارح تذكرت. انتي سويتي مربى؟ حبيبتي هالحكي مو علي. هلا انتي بدك تعرفي كيف تساوي المربى؟ لا تضحك علي، بعرف منيح شو اللي صار. اسمعي. مرحبا، كيفك ياسمين؟ أهلين سيد غسان. في كاش تاني ورانا وفيك تحاسبهم هنيك لأنه نحن مطولين. طيب يلا بالإذن. الله معك. شو أنا غبية لتعمي هالحركات قدامي؟ متفقنا ما رح تخبي عني شي؟ ولا مفكرة إذا عملتي هيك رح صدق إنه ما في شي بيناتكم؟ هيام اسمعي، صدقي يلي بدك يا تصطفني لأنه ما بيهمني الموضوع. أنا واثقة كتير من حالي ومن تصرفاتي وما بيهمني رأيك نهائيا. حبيبتي شو فكرتيني ما بعرف؟ بس أنا مثل أختك وعم بنصحك، لأنه ما بتعرفي إذا دريت أمل أبصر شو رح تعمل. المسكينة مو بس احترق بيتها، راح ودهباتها كمان. يي كتير اتضايقت وبس بدها تعرف من اللي حرق لبيتها. لك افهمي علي بقى، أنا مالي علاقة بالقصة، حلي عني. وأنا شو علاقتي؟ شو ليش إجت وبلطت عندي بالبيت؟ من وقت اللي إجت لعندي وأنا ما عم لحق لا أكل ولا شرب، وكلكم بتعرفوا وضعي منيح، ما عندي غير هالراتب. شو مجبورة أنا أعيش على حسابي؟ يعني بصراحة لازم تراعوا وضعي شوي، وإنتي بالذات لازم تساعديني. الحساب كله سوا؟ ايه كله سوا. طيب حياتي يخلي لي اياك يا رب. انا رح حاسب عن جد، ما في مني، ما بعرف كيف بدي اتشكرك. طول عمرك كريمه وقلبك طيب. صحيح المرتديلا مو منيحه، بس احيانا الواحد بينجبر. بعدين هي النوعيه كتير منيحه وطيبه، خدي منها خدي. وهدول كمان حاسب فيهم. نعيمة تعي شوي. اسمعي، إذا بدك تمسحي في تياب سلة الغسيل جوا بغرفة النوم تمسحي فيهم، يعني ما بتمسحي بالممسح العادية، استعملي التياب. وإذا صدف وسألك لؤي وقال لك ليش عم تمسحي بالتياب، بتقولي له هدول بينشفوا أكثر من الممسحة، وبتقولي له على طول بتستعمليهم. وإذا سألك لمين الكنزات قولي له لابنك، بتقولي له لابنك جابر. فهمتي علي؟ تمام؟ معقول؟ والله ما فيني كذب عليه يا مدام حرام. شو يعني ما بدك تردي على حكي؟ ردي. اسمعي لك، انت كيف بتتصرف بهالطريقة؟ ها؟ ما بكفي انه فضحتني قدام الجيران وهلأ بدك توز ولادي علي؟ مو اتفقنا انه نحلها بيناتنا؟ ليش حكيت لكرم؟ الولد سألني وانا جاوبته، كرم صار شاب، بدك يعني يضحك عليه يعني؟ انت هيك بدك تعلقني مع ولادي، شو بدك مثلا تاخدهم مني؟ ليك بهجات، اذا بدك تطلقني ما عندي مشكلة، بس اصحك تحاول انه تنزع علاقتي بولادي. الاولاد متضايقين لانك بتكذبي عليهم، وبدل ما تحطي الحق علي روحي شوفي حالك شو عاملة. المريض عم يستنى برا دكتور. طيب في عندي مرضى، روحي هلا روحي. شو يعني المرضى اهم من ولادك؟ ها بهجت بهجت. ايه
الدكتور كريم كتير شاطر بمشاكل الأولاد، خديهم لعنده وأكيد رح تستفيدي. ما بعرف، بس خايفة إنه يعطيهم أدوية ومهدئات. ما بظن، بس على كل هو بيقرر. أنت لا تضايقي حالك، وصدقيني أنا عم ساوي هيك كرمال مصلحة أولادك. يسلم. حياتي الفطور صار جاهز، صب لك كاسة شاي؟ لا لا، تأخرت على الشغل، ما فيني آكل. ساويت لك بيض مع سجق حبيبي. خلص بيبي، تأخرت. شو عم تمسحي بالكنزة تبعي ما هيك؟ لا، هي كنزة ابني الصغير. وليه ما بتستعملي ممسحة؟ مو أحسن؟ هدول بينشفوا الأرض أحسن من الممسحة العادية لؤي بي. أيوة. يلا شيري أنا طالع، شوفك المساء. لا تتأخر علي. إيه؟ مرحبا، كيفك يا حلوة؟ أهلا عمو، كمان اليوم هتكون ضيوف؟ قصدك على المرة اللي اجت هلا؟ لا حبيبتي، هي ما نظيفة، هي أم جابر تجي لتنظف البيت. لا ما قصدي عليها، قصدي على الشاب. ومين هذا الشاب؟ إذا هديك المرة لعندكم، أنا شفت من الشباك. ومين هو عمو؟ وشفتي شو كان عم بيساوي هو وطن زيزي؟ عم أمي ما بتخليني يتناوأ من الشباب، كلي عيب. بده يشتغل هالنت بقى. يمكن هذا الزر. بلش يشتغل. يلا لشوف. تفضل. يسلموا ايديكي. اي والله انكسر ظهري قد مو هالخرقة تقيلة وقديمة. بعدين مو عيب خليتيني كذب على لؤي بي؟ انا ماني متعودة كذب على حدا. والله يا حبيبتي وانا كمان مو متعوده وحده مثلك تيجي وتحاسبني، وفوق كل رفقاتي عم يقولوا لي اني انا عم ادفع لك زياده عن اللزوم، بس انا عم اقول لهم معلش، ما فيني استغني عن نعيمه بنوب. خلص خليكي عم تستعمليهم هالكم يوم، وبس ينسى لؤي بترجعي تستعملي الممسحه العاديه. بس بدك تدفعي لي 500 زياده مو هيك؟ لانه مو بس خليتيني كذب قدام جوزك، وفوق عم بتعب بهالخرقه الثقيله. العمى بعيونك شو طماعه. كل الحق علي أنا، ضروري ورّت حالي مع ولد مثل فراس. كيف بده يشتغل هالزفت؟ هالأجدب راح وما فهمني شي. ماني مسترجي دقلله أيو أسأله.